السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار العاجلة. الأحزاب الفاسدة تحاصر قوت الكادحين مجدداً. السفيرة الأمريكية تلوح بانفراج أزمة الدولار وتتعهد باستمرار تدفق عملة العراق. برلماني عن نتائج الانتخابات. واشنطن ملزمة بالتعامل معها بحيادية. تعتمد 4 مسارات انطلاق أول ممارسة أمنية بعد انتهاء خطة أمن الانتخابات في ديالى. الدفاع التركي تعلن تحييد 25 عنصرا من البي كي كي شمال العراق وسوريا. إجرام بغداد تطيح بعدد من المتهمين بقضايا قتل وخطف وسرقة وتزوير. رغم الاشتباكات الدامية البرهان يوافق على لقاء حميدتي ويضع شروطا. حزب الله اللبناني يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية في ديشون. الإطار الشيعي يلملم قواه لتشكيل الحكومات المحلية. وضعنا لجنة لتحديد الآليات. تطمين من البرلمان. الدولار يتجه نحو السعر الرسمي والأزمة أمريكية مفتعلة. إليكم تفاصيل الأخبار. وصف عضو حراك الجيل الجديد أرام محمد اليوم الأحد 24 كانون الأول 2023 قرار حكومة كردستان بإدخال 3 رواتب من رواتب موظفي الإقليم للعام الحالي بأنها سرقة واضحة وعلنية. وقال محمد لبغداد اليوم إنه لا يوجد في قاموس قانون إدارة الدولة وقانون الموظفين شيء اسمه إدخال، فالموظف يعمل لقاء الراتب الذي يحصل عليه في نهاية الشهر. وأضاف أن قرار الإدخار الإجباري هو سرقة علنية من حكومة الأقليم التي لا تكترث الأزمات المالية التي يعيشها المواطنين في كردستان. وأشار محمد إلى أن هذا القرار مخالف للقانون وإهانة للموظف كونه سرق لرواتبهم دون مراعاة للأزمات الاقتصادية، وهذا الأمر تتحمله الأحزاب الفاسدة في الأقليم. لوحت السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي اليوم الأحد 24 كانون الأول 2023 بانفراج أزمة الدولار فيما تعهدت باستمرار تدفق العملة إلى العراق. وقالت رومانوسكي في تدوينة أطلعت عليها بغداد اليوم إن العديد من البنوك العراقية قامت الآن بتكوين علاقات مع البنوك الدولية للمرة الأولى، وهي خطوة إيجابية في إحراز تقديم في إصلاح القطاع المصرفي. وأضاف سنستمر في تقديم خدمات الدولار الأمريكي للعراق بما يخدم مصلحة الاستقرار الاقتصادي. ويشهد السوق الموازي في بغداد والمحافظات تراجعا ملحوظا في سعر صرف الدولار أمام الدينار، وبلغ سعر البيع في مكاتب الصيرفة بالعاصمة اليوم 152,750 دينارا لكل 100 دولار، أما أسعار الشراء بلغت 150,750 دينارا مقابل كل 100 دولار أمريكي. عدد النائب حسين حبيب اليوم الأحد 24 كانون الأول 2023 نقاط تحفظه على انتخابات 18 كانون الأول، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بالتعامل مع نتائجها بحيادية. وقال حبيب لبغداد اليوم إن الانتخابات في 18 كانون الأول تعبر عن إرادة شعبية كما هي المقاطعة، فكلاهما ممارسة ديمقراطية رغم إن نسب المشاركة متدنية لكنها تبقى شرعية حتى لو كانت نسب المشاركة 10%، لأنه لا يوجد أي قانون يحدد نسبة المشاركة لتحديد مساراتها لتكون شرعية أم لا، لكن بالمقابل نحدد نقاط تحفظنا على الكثير من الممارسات التي جرت في يوم الانتخابات، ومنها شراء الذمم والمنافسة غير المشروعة واستغلال موارد الدولة. أعلنت قيادة الشرطة الديالة اليوم الأحد 24 كانون الأول 2023 إطلاق أول ممارسة أمنية بعد انتهاء خطة تأمين الانتخابات المحلية بمحاورها 6. وقال الناطق باسم قيادة الشرطة الديالة العقيد هيثم الشمري لبغداد اليوم إن قيادة الشرطة الديالة أشرفت على تنفيذ ممارسة أمنية واسعة في 6 مناطق ضمن أرياب بعقوبة ومحيطها، ضمن رؤية أمنية تعتمد 4 مسارات هي تعقب المطلوبين والتفتيش عن الأسلحة غير المرخصة وتمشيط المناطق وأعطاء رسالة طمأنة للأهالي. وأضاف أن الممارسة هي الأولى بعد انتهاء خطة من الانتخابات بمحاورها 6 والتي استمرت أكثر من 2 أسبوع في دعم أمن أكثر من 500 مركز اقتراع تضم أكثر من 2100 محطة انتخابية منتشرة في عموم أغذية ونواحي ديالى.
وأشار الشمري لأن هناك ممارسات أمنية مهمة لتعزيز أمن المدن الكبرى نظرا لما تحققه من نتائج في ملف اعتقال المطلوبين وتأمين محيط المدن الكبرى. أعلن وزير الدفاع التركي أشار غولر اليوم الأحد 24 كانون الأول 2023 تحييد 25 عنصرا من البي كي كي خلال يومين ليرتفع الإجمالي منذ بداية العام إلى 2156. وذكر غولر في بيان نشره حساب الدفاع التركي على منصة إكس أن عقب تحييد 13 عنصرا من البي كي كي السبت تم تحييد 12 آخرين في العمليات الجوية التي تستهدف الإرهابيين شمال سوريا والعراق. وأكد غولر أن العمليات ستستمر بغض النظر عمن يدعمها حتى تطهير المنطقة من الإرهابيين، وأشار إلى مقتل 12 جندياً وأصابة 13 آخرين يومي السبت والأحد، لافتاً لأن الأهداف الإرهابية في شمال العراق وسوريا تم ضربها بنجاح كبير من قبل المقاتلات التركية. أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد اليوم الأحد 24 كانون الأول 2023 الإطاحة بعدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة أبرزها القتل والخطف والسرقة والتزوير. وذكرت المديرية في بيان تلقته بغداد اليوم إن مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد مكتب الحرية لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب بجريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات. إلى ذلك ألقت مفارز مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام القبض على مطلوب بجريمة خطف رجل ضمن منطقة الزعفرانية، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 421 من قانون العقوبات وفق البيان. وأشارت إلى أن مفارز المديرية نفذت أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا سرقة الدراجات النارية والمحال التجارية والمنازل السكنية وآخرين بالتزوير، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مناطق متفرقة من بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاؤهم العادل. بعد إعلانه موافقته الذهاب إلى التفاوض في وقت قريب، ضمن خطاب أمام ضباطه في قاعدة عسكرية في البحر الأحمر، كشفت مصادر متطابقة عن لقاء مرتقب بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي، ينتظر أن يعقد في عاصمة إقليمية في غضون الأيام القليلة المقبلة. البرهان مستعد للقاء حميدتي بشروط، فقد ذكرت تقارير متطابقة أن وزير الخارجية المكلف علي الصادق سلم رسالة خطية لرئيس وزراء جيبوتي رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيغاد عبر السفير الجيبوتي لدى المغرب خلال المنتدى العربي الذي عقد في مراكش الأسبوع الماضي، تفيد بأن البرهان مستعد للقاء حميدتي بشروط محددة. جاء ذلك بعدما أعلن البرهان في خطابه في قاعدة عسكرية بولاية البحر الأحمر موافقتي على الذهاب إلى التفاوض مع الدعم السريع، مشددا على رفض أي اتفاق سلام فيه مهانة للقوات المسلحة والشعب السوداني. أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأحد 24 كانون الأول 2023 استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في ديشون بالأسلحة الصاروخية. وقال الحزب في بيان دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:30 من صباح يوم الأحد 24/12/2023 مرابط العدو في ديشون بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة. وأعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صافرات الإنذار في الشمال في وقت أعلنت فيه مصادر عبرية عن تحذير من تسلل طائرة معادية أو إطلاق صواريخ من لبنان، وشملت مناطق الإنذار ساسا ودوباف وماتات في الجليل الأعلى. وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس السبت إصابة جندي في منطقة المنارة شمال إسرائيل بنيران حزب الله اللبناني الذي قال أن عناصره استهدفوا موقعا عسكريا وجنودا في الجنوب بالأسلحة المناسبة. أكد تحالف الفتح بزعامة هادي العامري اليوم الأحد 24 كانون الأول 2023 عدم وجود أي خلافات ما بين قوى الإطار التنسيق الشيعي بشأن تشكيل الحكومات المحلية. وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي لبغداد اليوم إن قوى الإطار التنسيقي متفقة على قضية تشكيل الحكومات المحلية والإسراء بحسم هذا الملف، ولا خلافات ما بين تلك القوى على هذا الملف، بل هناك لجنة مشكلة هي من ستعمل على وضع الآليات لهذه المهمة.
وبين الفتلاوي أن هناك اهتماما كبيرا من الإطار التنسيقي بالحكومات المحلية كونها المسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وكذلك فإن هذه الحكومات ستكون مكملة للحكومة المركزية في تنفيذ برنامجها الخدمي، ولهذا فإن تشكيلها سيكون سريعا. وأعلن الإطار التنسيقي يوم الأربعاء الماضي تشكيل كتلة الإطار في جميع المحافظات الإسراع بتشكيل المجالس المحلية. علقت اللجنة المالية البرلمانية اليوم الأحد 24 كانون الأول 2023 على الانخفاض المستمر في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، فيما وصفت أزمة الدولار بأنها مفتعلة. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لبغداد اليوم أن الانخفاض المستمر في سعر صرف الدولار بالسوق الموازي يؤكد نجاح الحكومة في إيجاد حلول سريعة لأزمة الدولار المفتعلة من قبل الجانب الأمريكي. والعراق خلال الفترة الماضية عمل على إيجاد حلول لهذه الأزمة عبر تنويع سلة العملات الأجنبية في التعاملات الخارجية وغيرها من الخطوات العملية. وأكد الكاظمي أن السعر الصرف في السوق الموازي سيبقى بانخفاض بشكل تدريجي خلال الفترة القليلة المقبلة، وهناك إمكانية كبيرة للوصول إلى السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي، خصوصاً أن تحركات السلطة النقدية مستمرة لتقوية الاقتصاد العراقي الوطني.